في وسط غرناطة نصب يوضح ملكتهم إيزابيلا، وأحدهم يشرح لها خطته، كريستوفر كولومبوس. كريستوفر كولومبوس بحار إيطالي، شخصية كاثوليكية متعصبة، كان لديه حلم بإيجاد طريق جديد إلى الهند غير طريق المشرق الذي يمر بأراضي المحمديين على حد وصفه. الهند في ذاك الزمان كانت مزرعة العالم ومصدر ثروات كبير، فكانوا يرغبون بالوصول إليها عن طريق الغرب كي لا يضطروا المرور في الأراضي الإسلامية المحمدية كما وصفها. لتحقيق حلمه كان يحتاج إلى أسطول من السفن ودعم مالي كبير، لذلك عرض خطته على عدد من ملوك أوروبا فما استجابوا له، فعرضها على الملكة إيزابيلا فأخبرته أن غرناطة على وشك السقوط، وفي حال سقطت سيغنمون ثروات طائلة وستمور رحلته. فرافقها كولومبوس إلى غرناطة، وبعد السقوط انطلقت السفن الأسبانية تعربد في بحار ومحيطات العالم يقودها القرصان كولومبوس، ولكن بشروط أن تعود ملكية الأراضي الجديدة وثرواتها المنهوبة لمملكة أسبانيا، ويكون نصيب كولومبوس من تلك الثروات 10%. ألم أقل لكم إنه قرصان؟ دفع العالم ضريبة سقوط غرناطة الإسلامية في الأندلس، فاحتل هؤلاء القراصنة العالم من الغرب إلى الشرق، من الأمريكيتين حتى جزر المحيط. ذهب ضحية هذه الحملات 12 مليون إنسان، أسروا من أفريقيا ونقلوا إلى أوروبا وأمريكا كعبيد، ونهبت ثروات تلك البلدان. هذا يوضح لنا حجم القوة الرهيبة اللي كان يواجهها الإسلام في الأندلس. كان شعار تلك الحملات الصليب أو المدفع، إما أن تتنصر أو تقتل. ومن باب التزوير وقلب الحقائق أطلقوا على هذه الحملات مصطلح الكشوف الجغرافية، ومع الأسف تدرس في جامعاتنا حتى اليوم تحت هذا الاسم. اتجهت هذه الأساطيل ناحية الأراضي الإسلامية، وفي طريقهم قصفوا مدينة كلوة الإسلامية على سواحل أفريقيا وهدموا فيها 300 مسجد، ودخلوا البحر الأحمر وكانوا ينوون مهاجمة الأراضي المقدسة مكة والمدينة، وتصدى لهم الأسطول العثماني وأجلاهم من هنا.